راود هؤلاء الأطفال المدرسة منذ الصيف للتحضير لبداية السنة الدراسية في الأول من سبتمبر، وكذلك التعرف إلى المعلمين والدروس الفصلية. يبدأ الدرس، نقوم بتشغيل اللوحة اعتماداً على المادة، قد تكون الرياضيات أو اللغة. نختار الصفحة التي نريدها، وأحياناً يطلب الأطفال اختيار هذا اللون أو ذاك. أختار كل ذلك وأسجل تاريخ اليوم. لا تستخدم هذه السبورات التفاعلية للكتابة فحسب، ولكن لعرض المهام أو المسائل التي يجب على الطلاب حلها، بالإضافة إلى تمارين اللياقة البدنية التي سيقوم بها الأطفال خلال الاستراحة. الدروس التفاعلية في المدارس الأوكرانية ليست الميزة الوحيدة لنظام التعليم الجديد. المدرسة الأوكرانية الجديدة تتضمن مبادئ مختلفة كاللا مركزية واحترام كل شخص في هذا المكان. سيبدأ طلاب الصف الأول في هذا العام بالدراسة لأول مرة بهذا النظام. سيساهم المعلم في ألا يحصل الطفل على المعرفة فحسب، ولكن أيضاً كيفية تطبيق هذه العلوم في الحياة. الشيء الأهم بالنسبة للمعلم هو مشاعر الطفل وعواطفه. يجب على المعلم العثور على نهج مناسب للجميع وتعليم الأطفال لتبادل خبراتهم مع الآخرين. في كل صباح عندما يدخل الأطفال إلى الصف يعبرون عن مزاجهم، هناك مكان مخصص لذلك، وعلى هذا الأساس أعرف كيف علي أن أتعامل معهم. في بداية اليوم نقف مع الأطفال في دائرة ونحييهم. جهزت الفصول التفاعلية أيضاً لطلاب المدارس الثانوية. يقول المعلمون أن الفيزياء والجغرافيا ستصبحان أكثر متعة للطلاب مع هذه التقنيات. هناك أيضاً أجهزة لدراسة الكيمياء والعلوم الطبيعية، بها يمكن تحليل المؤشرات الفيزيائية كدرجة الحرارة والضغط وتركيز ثاني أكسيد الكربون ومؤشر الحموضة. أما علم التشريح فسيتعلمه الطلاب باستخدام الكتب المدرسية التفاعلية.